بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة بعد أخوكم جمال البطاري، يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع جمال. طبعا راح أقدم لكم نصيحة، في حالة أنك عملت مثلا تلحين زين أو صيانة للمنظومة، الأفضل أنك تدخل فاكيوم، ما تدخل ضغط، تدخل ضغط هواء. طبعا راح تضغط النظام من 250 الى 350، لكن الافضل انك تدخل فاكيوم، الافضل انك تدخل فاكيوم. واذا دخلت فاكيوم حاول انك تدخل بدون اي توصيلات، يعني تلاحظون ان هذا الهوز، استخدمت الهوز الاحمر عادي تقدر تستخدمه بدون اي توصيله، عده القياس هني في هذا المكان بدون اي توصيله، لكن هني مع التوصيله. طبعا هذا انا ما يهمني زين، لاني راح اسكر من هذا المحبس، اذا سكرت من هذا المحبس زين راح يكون عندي فقط او تكون عندي المنطقه هذه مغلقه، وراح تكون فقط الماسوره بهالنظام زين. راح تدخل فاكيوم لمده 5 دقائق، تشغل الماكينه تخليها تعمل فاكيوم، بعد ال5 دقائق راح تسكر المحبس معك، هذا المحبس سكره بشكل جيد، بعدين راح توقف الفاكيوم. بند يا اكرم، بند فاكيوم، راح تبند الفاكيوم وتنتظر لمده تقريبا 5 دقائق 10 دقائق زين، وتشوف هل في اي رجوع للمؤشر او لا. راح نتركها لمده تقريبا 10 دقائق، عندنا حاليا تقريبا على الثلاثه ماينس 3 زين، راح نتركها لمدة 10 دقائق وبعدين راح نرد ونشوف هل رجع للصفر أو لا. حتى تقدر تتركها 5 دقائق ولكن الأفضل 10 دقائق. طبعا الحين أكرم كم؟ 5 minutes ولا 10 minutes؟ 5 minutes. 10 minutes؟ ها؟ طبعا الحين مرت تقريبا حدود 10 دقائق، خلينا نشوف كم وصل على الماينس 3، نفس الرقم ما تغير زين. اوكي يلا، بس هذا اللي حبيت اخبركم، الافضل انك تدخل الفاكيوم اذا انت مثلا متاكد 100% ان شغلك نظيف، ادخل فاكيوم افضل. اذا عندك شك ممكن تدخل ضغط هواء 250 او 350 وبعدين تدخل فاكيوم زين. يلا كمل حبيبي، أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي إن شاء الله معكم في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. شكرا جزيلا. طبعا أعيد وأكرر النصيحة، لا تستخدم توصيلات أثناء عملية الفاكيوم للفحص فقط، فحص. أما الفاكيوم العادي ادخل فاكيوم، ادخل ركب توصيلات مثل ما يقولون زين. يلا نشوفكم على خير.